تمام. الان في المره السابقه اخذنا الجنرال ستراكشر للتعامل، البرامج اللي بنستخدم فيها الانتربس، فقلنا اورج زيرو جو دومين. بس لازم يعني جو دومين ما نكتب البرنامج هون. بس لاحظوا انه كتبنا البرنامج هون ما بين الصفر والثمانيه، معناش نخزن الا ثمانيه انستراكشنز، اربع انستراكشنز من يعني ثمانيه بايتس. فاذا برنامجك لحد 8 بايتس بصير واضح؟ واضح انه دائما البرنامج عاده بيكون اكثر من اربع انستركشنز. كمان مره، لو كتبنا البرنامج هون ممنوع انك تدخل على الصفر 8، لانه هذا الكود اللي مكتوب في الثمانيه في الادرس 8 محجوز هذا الانتربت هاندلنج، يعني بدك تعمل فيه انتربت هاندلنج، فيه الانتربت فيكتور. فليش انه بنودي على ليبل ثاني؟ لانه انا اذا كتبت برنامج هون لازم حد اقصى اخزن في الـ 8 بايتس، تمام. فلهيك انا بروح جوه الدومين، بحط المين في مكان ما اورج سمثينج اوكي بعيد، وبكتب برنامجي بالكلمه. يعني هو بعمل، لان في المين مش بس في انيبل انتربس، في شغل حسب طبيعه البرنامج. بس من الاشياء اللي لازم اعملها اني اعمل انيبل للانتربس، الانتربس اللي انت معني فيه. كيف تعمل انيبل للانتربت؟ كل انتربت له انيبل بت بتحطه واحد، كل انتربت بدك تعمل له انيبل، الانيبل بت تبعه بتحطه واحد. كمان الجي اي ما ننساهاش، حتى كنا في نوع في بعض الانتربتس بدها بي اي بي اي بي اي 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 بت. طيب الان نسوي شغلك، عاده الشغل بيكون في لوب، تدخل انفينيت لوب، ما بدنا نراقب لا بتس وبدناش نعمل مونيتورينج. المونيتورينج كانت هذيك بولينج، اني اظل اراقب صار اوفر فلو، صار اوفر فلو، صار اوكي، حدا ضغط على البن، حدا ضغط على البن، واضح صار البن واحد، فيش انا مونيتورينج. طيب اذا خلال الشغل صار انتربت بيجي على الثمانيه، نعرف انه انتربت صار، خصوصا لما اكون مفعل اكثر من انتربت. مين منهم اللي صار؟ كل انتربت له انتربت فلاج، بفحص الانتربت فلاج الخاص بي، فبفر على الانتربت فلاجز للانتربتس اللي انا مفعلهم، بفر بزور الانتربت فلاجز، بشوف بفحص الانتربت فلاجز لكل الانتربتس اللي انا مفعله، اللي منهم واحد معناته هو صاحب ايش؟ الانتربت. بما انه في عندي، اذا كان عندي اكثر من مصدر للانتربت، ممكن انتربت زيرو، ممكن تايمر زيرو، اوكي، ضروري افحص مين الانتربت اللي صار. طيب عرفت انا اللي صار، ففحصت انتربت، فحصت انتربت فلاج لانتربت اكس طلع واحد، فمعناته عرفت انه ايش واحد. ردة الفعل اين حاطه؟ ردة الفعل هاي، ردة الفعل، فمعناته هاي اذا صار انتربت اكس بننفذ هذا الكود. وبعد ما نخلص تنفيذ الكود ننساش نرجع الانتربت فلاج لزيرو، وبعدين نرجع نسوي شغلنا، نكمل شغل. ليش بمسح الانتربت فلاج؟ ليش بصفره؟ عشان في المستقبل لما يصير انتربت، اذا ما صفرته وصار في المستقبل انتربت راح يظل واحد، لازم يرجع كل الاصفار. فدائما اي انتربت بصير بعد ما اعمل هاندلنج برجع الانتربت فلاج لايش؟ للصفر. طب صار اوكي مش انتربت اكس، فحصت الفلاج طلع الانتربت فلاج الانتربت اكس فحصته طلع صفر، اذا مش هو. ممكن انتربت واي، بفحص الانتربت فلاج لانتربت واي طلع صفر طلع واحد، باجي هاي ردة الفعل اذا صار عندي انتربت واي، برضه بمسح الانتربت فلاج وبرجع. طب لا هذا ولا هذا، برجع. اذا لازم لما يصير انتربت لازم ردة واي تتنفذ، والا ما راح يرجع بعد ما يعمل هاندلنج للانتربت، ما راح يرجع على الشغل. فدائما كيف السبروتين لازم تنتبه ريتيرن، الانتربت لازم ينتبه اخر ردة واي. ما بعرف وين تبص الانتربت، بجوز ما يصيرش انتربت، بجوز يصير بثانيه ثلاثه انتربتس، بجوز واضح. ف المهم انه حتى لو في انفينيت لوب بصير انتربت مباشره. الان هو اذا هاي بريورتي بروح على الثمانيه، اذا لو بريورتي بروح على 18، معناته الان كيف مقسم الانتربتس لهاي ولو، مش راح اعطيكم اياها اختصارا للوقت، بس مش شيء معقد. يعني هي بدك تفعل في شيء اسمه تفعيل لنظام البريوريتي، وتصير تتعامل كمان مع البريوريتي بت، كل فلاي كل انتربت له بريوريتي بت،
تعمل واحد هاي برايورتي زيرو لو برايورتي، مش اشي يعني معقد، بس بدي اعطيكم منها بس في الامتحان. اوكي، فهذا الجنرال ستراكشر، تفهم الجنرال ستراكشر بتبرمج اي انتربت، لانه الانيبل بت والفلاج بت للانتربت معطي معك في داتا شيت، ما فيش شيء بدك تحفظه. نرجع على السؤال هون، هذا السؤال بقول استخدم انترب زيرو. هسه اذا بنستخدم انترب زيرو مجبورين السويتش نشبكه على ار بي زيرو، ليش؟ لانه انترب زيرو بتعريفه بصير لما ار بي زيرو يتغير من لو لهاي باي ديفولت. اذا بدنا نستخدم انترب زيرو، او اذا السؤال بس اذا الاستاذ اعطاك السؤال انه السويتش مشبوك على انترب زيرو على ار بي زيرو وما جابكيش، قال لك بس يوز انتربت، ما قالكيش اي انتربت، ليش تقول اي انتربت؟ ار بي زيرو فيش شيء مرتبط، فيش انتربت مرتبطه بار بي زيرو الا انترب زيرو. اذا جاب لك السويتش مشبوك على انتر على ار بي 1 معناته انتربت 1، اذا جاب لك السويتش مشبوك على ار بي 2 معناته في ثلاثه اكسترنال انتربت بس ار بي انتربت 0 1 و 2، هذول الوحيدات اللي اكسترنال اللي بصير لما حدث خارجي، لما هذا بصير لما ار بي 0 يتغير من لو لهاي، هذا لما ار بي 1 يتغير من لو لهاي، هذا لما ار بي 2 يتغير من لو لهاي. فاذا جاب لك السويتش مشبوك على ار بي 0 او ار بي 1 او ار بي 2 لحالك تستنتج انه انتربت برمج بدون ما تقول السؤال ناقص استاذ انت زي ما حكيت واضح بالاخر، لك لحالك تستنتج انه انتربت. في هذا السؤال السويتش مربوط على ار بي 0 ففش مجال اللي نتعامل مع ار بي زيرو مع انتربت زيرو، اذا السؤال بيجبرنا نستخدم الانتربت. الان شو رده الفعل؟ كل ما يصير انتربت زيرو يعني كل ما ار بي زيرو يتغير من لولا هاي بدنا نعمل توجل لمين؟ لار بي 7. هاي رده الفعل بس بي تي جي بورت بي 7، هاي رده الفعل للانتربت. اذا صار انتربت زيرو بدنا نعمل توجل لمين؟ لار بي 7 بس، هاي رده الفعل. نشوف فعلا مطبقين يعني الاستاذ بحكي هذا الستركتشر نفسه ولا لا؟ نشوف جود اورج 0 جو تو مين، اورج 0 جو تو مين. اوكي، في المين شو عامل؟ مين اوتبوت مين انبوت؟ طبعا هذا اوتبوت وهذا انبوت، طلع كيف عمل هذا البت انبوت بي اس اف تريس بي، حط انترب 0. شو دخل انترب 0؟ اوكي، يا بتحط رقم البت يا اسمها، رقم البت صفر يعني يا بتحط بي اس اف تريس بي صفر او بي اس اف تريس بي ار بي 0 او بي اس اف تريس بي انترب 0. انترب 0 اسم ثاني للبن، البن هذا له اكثر من اسم، الار بي 0 له اكثر من اسم، فيا بتحط رقم البت يا بتحط اسم البت، فهذا اسم البت تبع ار يعني اسم ثاني ل ار بي 0 فبضبط، حط 0 او ار بي 0 او انترب 0. اذا هذا البن، اذا شوف في المين شو عامل، هذا اوتبوت البن، هذا انبوت. الشغل اللي هو مطلوب في السؤال انه بده يظل في يعني يظل ينسخ من بورد سي لبورد دي، فاكيد بورد سي انبوت وبورد دي اوت، بما انه بده يظل ينسخ من بورد سي لبورد دي. اذا هذا الحكي كله من هون لهون كله مين انبوت ومين اوتبوت، شو بقول السؤال؟ انيبل ايش؟ انتربس. هاي السطرين عمل انيبل لانترب زيرو، كيف عمل له؟ راح فحص في الداتا شيت الكينه انه البت اسمه انترب زيرو اي اي موجود في الانت كون، عملنا له ست. كمان ناش ننسى انه دائما نعمل انيبل لمين كمان؟ للجي اي اي، للجي اي اي بت، فهي برضه عملنا انيبل لايش؟ للجي اي اي. ممكن نعمل كلير للفلاج بت مشان نتاكد انه ايش صفر، مش غلط، نعمل كمان كلير لمين؟ للفلاج بت. طيب بعدها خلص فعل الانتربت دخل في هذا الانفينيت لوب. هسه وهو في الانفينيت لوب صار اي انتربت وين بيجي؟ على الثمانية. وين بيجي؟ على الثمانية. بده يقول في الثمانية إذا انترب زيرو اللي صار يعمل توجل. شو عمل؟ تست لمين؟ للانترب فلاج تبع انترب زيرو. شو ليش يعني ايش معنى انترب زيرو واقف؟ هذا هو الانترب فلاج الخاص في انترب زيرو. إذا رحنا على الداتا شيت بيكون معطي معنى كل شيء، هاي انترب زيرو مين الفلاج بيت؟ اسمه انترب زيرو اي اف، وين موجود؟ في الاند كون ريجستر. فافحص اذا هاي ترجمت اذا انتر هون بدل انتربت اكس اذا انتربت زيرو،
هذا جاتا، افحص الانتربت فلاج بت، لا انتربت زيرو اللي هو هذا هو موجود في الكتاب. اذا كان هو بتروح على ايش؟ على الليبل انتربت زيرو اي اس ار بسميه. اذا مش هو شو بتعمل؟ ريتيرن. يعني هاي اف ستيتمنت، اذا الانتربت زيرو اي اف واحد روح على هذا الليبل، والا اعمل ايش؟ ريتيفاي اللي هي هون اف الس. هون ما عنديش الا 1 انتربت، هون 2 انتربت بفحصهم، هون 1 ايش؟ 1 انتربت. طيب راح على اوكي طلع انتربت زيرو، شو قلنا رده الفعل؟ توجل ل ار بي 7، وبعدين بنصفر ايش؟ الانتربت فلاج اللي هو نفسه اللي فحصناه بنصفره، وبعدها ريتيفاي. اذا هذا تطبيق اوكي، هذا مطابق جدا للايش؟ للاستراكشر اللي حكينا. واضح في ياسين؟ بس الصراحه يعني لو اجى واحد حكى مش هيك بدنا نعمل، ولا لو جينا قلنا له هون شطبنا هاي كلها. على واحد في الامتحان اجى هيك حل، ما حط ليش هذا الكود نهائي، ما حطوش اوكي، وبدأ الجوت انتربت اي اس ار ما حطهاش، وكتب بدالها بي تي جي بي تي جي بورت بي 7 ورتب فايل. يعني كتب الكود هذا اللي تحت، كتب الكود الثلاث اسطر هذول اللي تحت او السطرين اللي تحت، كتب هنا هون الثلاثه بصراحه بي سي اف اند كون انتربت زيرو اي اف، وبعدين رتب فايل. لو هيك اذا ما حطش سبروتين، ما حطش جوتو، ما حط سبروتين تحت وما حط جوتو، بدل الجمله هاي كتب لي اياها ثلاث جمل. هذا خلينا نشوف، بيجي هون بفحص اذا البت اذا مش انترب زيرو بيرجع. طب واذا انترب زيرو بيجي هون صح؟ شو بيعمل؟ بيعمل توجل بيصفر البت وبيعمل فاي صح؟ مش شرط واضح؟ بالنهايه اوكي عمل هاندلنج هناك مباشره بدون ما يعمل ايش؟ بدون ما يعمل، بس يعني هون هون الجنرال ستراكشر منه. وحتى لو عندي اكثر من انتربت بقدر افحص وافحص وافحص، بس ممكن تتغلب. فاذا بتقسم الى سبروتينز، مهما كان الكود، مهما كانت رده الفعل كبيره، ومهما كان عدد الانتربتس اللي بتفحصها، بيظل عندك سهل. بس هذا الحل برضه سهل برضه صح، انه شطب هون وبدل ما يعمل جوت وحط الكود مباشر، بدل هاي الجمله حط هاي الثلاث اسطر صح. تمام؟ هي بصير الانترب بيجي هون بفحص، اذا مش انترب زيرو بيرجع، واذا انترب زيرو بيعمل توجل وبيصفر الفلاج وبيعمل ريتيرن. مفهوم؟ فالقصد احكي لكم في ستراكشر هون، في الجنرال ستراكشر، لو الكود هون يعني ما حطينا ليبل وليبل، لو كل الكود هون حطينا اف نفذ هذا الكود، اف نفذ هذا الكود، وما عملنا برانش من مره بالضبط. اف انتربت اكس اعمل رده الفعل ورتفاي، اذا انتربت واي رده الفعل ورتفاي، بالاخر رتفاي بالضبط. بس بدك في الاسمبلي يمكن يعني بدك يكون عندك مهاره يعني شو كيف، فانك تقسمها على سبروتينز اسهل لك كشغل، اما بالضبط. طيب نرجع لانتربت ثاني، التايمر انتربتس، تايمر زيرو انتربت، وين طلع كل انتربت؟ فكر بهي الشغلات، وين انت بصير؟ وين انت بصير؟ شو الانيبل بيت؟ شو الفلاج بيت؟
لان هي بالبيت كل بلاك بيت بتطلع من الداتا شيت، بس وانت بتصير ما بيجيك في الداتا شيت. وانت بتصير وانت بتصير تايمر زيرو انتربت، لما التايمر زيرو يصير اوفر فلو، يعني لما يتحول من الماكس للصفر. وانت تايمر 1 بيصير انتربت لما يصير اوفر فلو، ونفس الشيء تايمر 2 تايمر 3 اللي ما اخذناهنش، يعني ما راح اسالك. طيب كيف افعل تايمر زيرو انتربت في بيت اسمه تي ام ار زيرو اي اف الانت كون؟ طيب شو الفلاج بيت؟ تي ام ار زيرو اي اف الانت كون، اذا هاي البيت تكليب واحد لما يصير انتربت، صح؟ هاي البيت مرت معنا في شابتر 9 انه هاي البيت الاوفر فلو بيت انتربت فلاج بيت، اخذناها ان هاي البيت تكليب واحد حتى لو مش مفعل الانتربت. هاي البيت راح تكليب واحد لما يصير ايش؟ لما يصير باي لما يصير لما تايمر زيرو يعمل اوفر فلو. باخذناش مش اول مره تمر معنا هاي البت. تايمر 1 هاي اللي نابل بت تبعته اذا بدك تفعله، وين باي ريجستر؟ برضه هاي البت اخذناها الانتربت فلاج اللي هي بتصير واحد لما يصير انتربت. هون احنا هون بنقول بصير واحد لما يصير تايمر 1 انتربت، اخذناها بشابتر 9 بصير واحد لما يصير اوفر فلو. هي وين بصير الانتربت؟ لما يصير اوفر فلو. فهاي البت برضه بتكلب واحد لما يصير تايمر 1 انتربت، يعني لما تايمر 1 يصير اوفر فلو، برضه ما مرت معنا في شابتر 9. هسه هون نبرمج طلع شو المطلوب هون على ار بي 5 بدنا نعمل سكوير ويف سيجنال. سكوير ويف سيجنال خدناها اكثر من مره، هاي ديلي لو ديلي او هاي او ديلي توجل ديلي توجل ديلي توجل. فهون نبرمج ديلي على التايمر زيرو، نبرمج ديلي على التايمر زيرو. الفكره هون احنا خدنا كيف نبرمج الديلي، بس خطوه انه نظل نراقب صار اوفر فلو صار اوفر فلو صار اوفر فلو، بدنا نشتغل خطوه انه نراقب. الخطوات اللي اخذناها في شابتر 9 ان بعد ما شغلت بعد ما احط تي 0 1 واحط الانيشال فاليو واشغل التايمر براقب البت صار اوفر فلو صار اوفر. اوكي، ففتره مراقبه اللوب اللي بدخل فيه فتره الديلي، وبعدها بس يصير اوفر فلو بوقف التايمر. هون بديش اراقب البت، ولا لما يصير اوفر فلو بصير انتربت، فبعرف انه خلصت ايش؟ انه خلصت ديلي. كيف كنت تعرف انه خلص الديلي في شابتر 9؟ لما يصير اوفر فلو. كيف بدي اعرف وين انه صار خلص الديلي؟ بصير انترب، لانه بس يصير اوفر فلو شو بصير؟ انترب. فهون نفس الكونسبتس اللي اخذناها، يعني يعني فكره السؤال هون ار بي 5 توجل ار بي 5 ديلي توجل ار بي 5 ديلي، بس الديلي الديلي بدنا نعمله من خلال تايمر زيرو، وبدنا نستخدم الانتربتس، بدناش نراقب البت اللي بتكلب لواحد لما يصير اوفر فلو. هلا شوف الان نفس الشيء اورج زيرو جو تو مين، في المين اعمل لها ار بي 5 اوت بوت لانه عليها بده يطلع السيجنال. الشغل هون في الاخر بده ينسخ من بورت سي على بورت دي، فعامل بورت سي انبوت بورت دي اوت بوت، فيعني اشياء. اوكي، عشان نتعامل مع التايمرز اكيد بدي احط اقرر تي 0 كون 16 بت كذا، هذا من شابتر 9. بعدين حطينا انيشال فاليو، بعدين تاكدنا انه الانتربت فلاج هذا مصفر، ستار ذا تايمر. بعد ستار ذا تايمر ايش كنت اعمل؟ كنت اراقب ادخل في لوب، ما دخلتش في لوب ولا فعلت التايمر زيرو انتربت فعلته، فهي اللي نايم البت وهي الجي اي، وبعدين دخلت في لوب في انفينيت لوب انه بضل ينسخ من بورد سي لبورد دي يرجع انفينيت لوب. طيب هسه مش انا شغلت مش حطيت انيشال فاليو وشغلت التايمر صار اوفر فلو، شو بيسوي شو بصير؟ انطرب. شو بيعمل؟ بيطلع من اللوب، وين بروح؟ على الثمانيه، بدي افحص في ثمانيه اذا تايمر زيرو هو مصدر الانطرب معناته شو صار؟ اوفر فلو. فوين بودي؟ على ليبل هنا تي زيرو اي اس ار. شو رده الفعل؟ رده الفعل بدنا تعمل توجل ار بي 5 ونحط انيشال فاليو من جديد ونبلش ديلي من جديد. اذا صار اوفر فلو معناته خلص الديلي، معناته بدي ايش؟ بدي اعمل توجل لار بي 5 وبلش ديلي جديد. كيف بدي ابلش ديلي جديد؟ انيشال فاليو جديده وكمل شغل. فحطيت انيشال فاليو جديده توجل لار بي 5، ما انساش اني اصفر الانتربت فلاج وقلت له ايش؟ ريكتيفاي. اذا شو ردت؟ اذا هون كل المساله
انه بدل مراقبه انه صار اوفر فلو صار اوفر فلو صار اوفر فلو، بدلتها قلت له لما يصير فعلت الانتربت، لما يصير اوفر فلو بصير انتربت، فبعمل توجل بعرف انه خلصت ديلي وبلش ديلي جديد، بعمل توجل لار بي 5 بحط انيشال فاليو من جديد وايش وبرجع. بس بجوز واحد يقول طب ليش ما وقف التايمر واحط انيشال فاليو وشغل نفس الشيء، لانه انت بدون ما توقف التايمر ما دام غيرت الانيشال فاليو راح يرجع يعد ايش على الانيشال فاليو الجديد. فبتقدر هون تقول ستوب ذا تايمر وتوجل لار بي 5 وحط انيشال فاليو وستارت ذا تايمر، بس ما في داعي نعمل ستوب ذا تايمر ستوب وستارت ذا تايمر، ما في داعي بس ممكن. يعني اللي يقول ليش ما نوقف التايمر ونبلش اوكي بصير بدون ما نوقفه، بس بصير كمان نوقفه لانه عمليه توقيفه هون بدها تكون يعني جزء بسيط وهذا نيجليجبل الصراحه. يعني في احنا وقت نيجليجبل بنتجاهل احنا فتره الديلي هي الفتره من اللي ببلش فيها التايمر ليصير له اوفر فلو، اي شيء اكسترا اكسترا بنتجاهل يعني مش داخل في الحسابات. اذا لما يصير انتربت بدي اعمل توجل لار بي 5 وديلي جديد. كيف؟ هاي توجل لار بي 5 انيشال فاليو جديده بصفر الانتربت فلاج وبرجع رد رجل رد صار رد صار اوفر فلو يرد روح على الثمانيه والثمانيه بتوديه هون يرد حط انيشال فاليو يعمل توجل. فلاحظ كل ديلي بيعمل توجل، كل ديلي بيعمل توجل. هاي مساله ثانيه. بالسي في عندنا اكثر من شغله. اول شيء انا كيف بدي احكي فيش عندي كيف بدي احكي انه ريتيفاي فيش هون ريتيفاي هاي انستركشن اسمبلي مش سي. فعشان اقول للكومبايلر انه يا كومبايلر بدل ريتيرن حط ريتيفاي بكتب براغما انتربت اسم الفانكشن. هذا الماي اي اس ار هذا الماي اي اس ار اوكي الفانكشن راح الكومبايلر ينهي بريتيفاي بدل ريتيرن. ليش؟ بسبب كلمه براغما انتربت. هاي واحد. اثنين كيف احط كود في الثمانيه؟ اخذناها بشابتر سبعه براغما كود اسم الفانكشن يساوي وين بدك الكود هاي زي اورج ثمانيه هاي كلياتها زي اورج ثمانيه. هاي معناتها يا كومبايلر هذا الفانكشن الاسمبلي تبعه المشين كود تبعه بتخزنه ابتداء من الادرس ايش؟ 8 يعني اورج 8. اخذناها هاي الجمله بالشابتر 7. طيب هسه طلع هون شو بيعمل؟ بصير انترب بيجي هون. ليش بيجي هون؟ لانه في الثمانيه. الان بده يعمل جوتو، جوتو اسمبلي ممنوعه في السي. كيف بدنا نكتب اسمبلي في السي؟ تكتب اندر سكور اي اس ام بتكتب الاسمبلي انستركشن بدك اياها وبتنهي باند ايش؟ اند اس ام. وين بيودي؟ ماي اس ام ماي اي اس ار بفحص انه انتربت صار وبقوم برده الفعل وبفشل. بس انا بقترح عليكم انه بلاش نضل نتنقل بين الفانكشنز. انتم حرين طبعا تبرمجوا بهي الطريقه برمجوا، بس لو انا لو بدي برمج في طريقه اسهل بلا منه هذا كله. ما بدناش هذا الكود. ما بدنا اياه. يعني. هاي الجمله اكتبها هون. يعني حتى هاي نفس الفانكشن هذا الهاي فيكتور اكتب له اذا بدك. انتم حرين انتم تستخدموا طريقه الكتاب انتم حرين، بس هاي ممكن مختصره اكثر. براغما انتربت. يعني انا رايي انه بكفي فانكشن واحد. ليش فانكشن يودع فانكشن والفانكشن الثاني يودع الثالث؟ وان انتربت اوكي وان فانكشن شو اسم الفانكشن هاي فيكتور. شو صار هذا الهاي فيكتور؟ هيك صار شغلتين. الشغله الاولى انه بتخزن بالثمانيه لانه مكتوب براغما كود هاي فيكتور تساوي ثمانيه. الشغله الثانيه الكومبايلر راح ينهي بايش؟ بريتيفاي. ليش؟ لانه براغما انتربت هاي فيكتور. اذا نفس الفانكشن راح ينتهي بريتيفاي وراح كمان يتخزن في الثمانيه. اثنين هاي الاسمبلي مش اسمبلي ما بدي اياها. هاي ما بدي. اذا كل الاي اس ام وجوتو ما بدي اياها. ولا الكود اللي بكيت كاتبه هون مش هون في كود الكود اللي كنت انت مكتوب هون انسخه حطه هون.
تولز ابن مش اوكي فهم. طلع شو انا بقترح عليكم اللي بيختصروا الحل تبعكم، بلاش بصير انتربت بيجي هون وهذا بوديه هون، خلص بصير انتربت هذا الكود اللي هون مخزن في الصفرين ثمانية وبنتهي بريتيفاي، حط ردات الفعل كلها هون اف كذا اف كذا اف كذا وخلص وخلص. تمام هسه نشوف مثال في السي، مكتوب في السي اذا في بنترجم اوكي بنطبق هاي الخطوات اللي انا بقترح عليكم وانتم حرين كمان مره بالاخر. اوكي الاكسترنال هذا حلنا، لان نشوف حل هذا السؤال في السي. هسه لاحظوا نفس الفكره، الان في المين مين انبوت مين اوتبوت اوكي، فعلنا كيف بنفعل؟ يعني قلت لكم طريقه يعني جنرال، طريقه جنرال كيف نعمل اكسس لبت في السي، اسم الريجستر بيتس دوت اسم البت، اسم الريجستر كلمه بيتس دوت اسم البت، فترس بي بيتس دوت ار بي 0 انت كون بيتس دوت انترب 0 اي اف تي 0 كون بيتس دوت تي ام ار 0 ان. واضح هاي هس اسماء الريجستر واسماء البيتس تيجي معكم باستثناء الترس والبورتس، باستثناء الترس والبورتس اسماء الريجستر واسماء البيتس موجود معكم في داتا شيتس، فمش داعي تحفظون. فكيف افعل الانتربت؟ البيت اسمه انترب 0 اي اف موجود في الانتربت كنترول، هذا طبعا الفلاج بيت مش للتفعيل. البيت اللي بفعل اسمه انترب 0 اي موجود في الانت كون، اذا انت كون بيتس دوت انتربت اي تساوي الجي اي بت موجود في الانت كون، انت كون بيتس دوت جي اي تساوي. فعمليا هون فعلنا الانتربت في المين، فعلنا الانتربت دخلنا في انفينيت لوب بنسخ من بورت سي لبورت دي. لما يصير انتربت وين بده الكود اللي موجود في الثمانيه؟ وين الكود اللي موجود في الثمانيه؟ هاي بنسميه ماي هاي بريورتي. بس طلع هون شو بيعمل؟ بيجي هون هذا بيوديه على تشيك اي اس ار، تشيك اي اس ار بيفحص انه الانتربت، اذا طلع انت رب برد يودي هاي التنقلات. انا شايفها تعقيدات ما لها ايش ما لها داعي، اللي بيسويها بالامتحان بحطه صح، ولكن انا لو بدي احله اوكي. طبعا بالاخر شو رده الفعل؟ بدنا نعمل انفيرت لار بي 7 بسميها ماي بيت انفيرت، يعني 1 كومبلمنت او كومبلمنت لماي بيت لار بي 7 ونصفر الانتربت فلاج. احنا بنعرف هذا السؤال شفناه في الاسمبلي، رده الفعل فقط انه ار بي 7 تساوي اوكي نعكس بيت توجل لار بي 7 ونصفر الانتربت. فهاي قصه اني باجي هون ما بودي هون، قلنا لكم ممكن هسه قبل شوي انه نستغنى عنها. كيف ممكن نستغنى عنها؟ اشطب كلها اشطبه بس فانكشن واحد خلي هو نفسه اللي في الصفرين ثمانية. مين الصفرين ثمانية هذا؟ اذا برضه ما بدناش اياه، بدناش هاي الاسمبلي وجوتو ما بدنا اياه. طب واللي هون شو بدنا نكتب؟ هون اول شيء بدنا ماي هايبرت ينهي بريتيفاي كيف؟ براغما ضيف لها هون براغما ماي هاي برايورتي اوكي براغما انتربت. اذا هاي الجمله براغما انتربت ماي هايبرت انتربت خلت هذا الفانكشن اللي اسمه ماي هايبرت انت كمان الكومبايلر ينهي بريتيفاي وبيخزن في الصفر ثمانية. حط كل رده الردات كل ردات الفعل فيه، افحص اف كذا يعمل كذا اف كذا، وانا نقول له اف بدي كله اذا اللي صار هو انترب زيرو اللي هو نفحصه وين كاتب هون اف اوكي اف اذا الانتربت اللي صار هو انترب زيرو اف انت كون بيتس دوت انترب زيرو اي اف
تساوي واحد شوية اعمل، بديش اضلك فيس، خلاص حط ردة الفعل وخلصنا. شو ردة الفعل؟ ماي بيت تساوي انفيرجن لماي بيت، وصفر الانتربت فلاج اللي هو انت كون بيتس دوت انتربت زيرو اي اف تساوي صفر. بس فشو اللي بس طلع؟ شوف الغينا تو فانكشنز، والغينا هاي قصه اقفز من هون هون ونادي هون. اول شيء انا متاكد انه هذا الفانكشن بنت بريت فايل، فخلص مطمن انه اخر شيء ايش راح يكون بريت فايل. اثنين بفحص اذا الانتربت هذا اللي صار هاي رده الفعل، شو ما تكون رده الفعل 1 ستيتمنت ولا 100 ستيتمنت ما راح تفرق. وبعدين بصفر الانتربت فلاج واطلع. في كمان نفعل كمان انترب اف كذا كذا اف اف، حط كل انترب تنفعله او بدك تفحصه ايش اف ستيتمنت وخلصنا. هاي سلبي كنتوا حابين يا سليم. سيريال كوميونيكيشن. طيب بورت بي تشينج انتربت، مين يذكرني وانت بصير بورت بي تشينج انتربت؟ اذا اي من البيتس ار بي 7 لار 7 يتغير، مش بغض النظر يتغير من لولا هاي ولا من هاي على الجهتين يعني، يعني تغير من لولا هاي بصير انتربت او تغير من هاي لولا بصير. اذا اي من البيتس تغير بصير هذا الانتربت. ليش ها ممكن يكون مهم عندي؟ قلنا في الكيباد اذا بشبك الكيباد عباره عن ثلاث اسلاك عموديه اربع اسلاك افقيه، اذا بكبس على بطن بوصل سلك في عمود، المهم سلك افقي في سلك عمودي. اذا شبكت الروز السلاك اللي في الروز شبكتهم على بورت بي على هاي الاربعه بيتس بصير اي بطن اكبس عليه يعمل انتربت، على الاقل عشان اعرف انه في واحد من البطنز انضبط، بدل ما بدون الانتربت انا بضل اراقب كل بدي اضل افر على كل الكيز وخلاص. هذا 1 او 1 او 1 يعني بدك 12 تقريبا 12 اف ستيتمنت وتضلك في لوب عشان ما بتعرفش بجوز العصر واحد يضبط بجوز الصبح بجوز اوكي، فمرهق جدا. فانا بدي لما حدا يضغط بصير انتربت، بعدين بكتب الكود اللي بتحصل انه منهم اللي انضغط. فهيك بصير انه اي كي بنضغط بسبب ايش؟ انتربت. لو بعطيك مثال طبعا قايل لك وين الانتربت فلاج، وين الانيبل بت، وين الفلاج بت، وين موجودات في الاند كون، في الاند كون ريجستر. اوكي هاي الانيبل بت، هاي الفلاج بت، التعامل معاه زي التعامل في ايش؟ مع اي سؤال. الان هون بقول لك وي هاف كونكتد ادور سنسور تو بن ار بي 4 and a buzzer to bin RC7 in this program. Every time the door is open, it sounds a buzzer by sending it. Okay. فلاحظ وين شابك البن على RB4. طب RB4 اذا بتغير بصير لحاله يعني شبك سويتش على RB4 فهو انت لما تضغط بتغير RB4. اذا اي واحد من البنز اي واحد من البنز بتغير من RB4 او 5 او 6 او 7. لو انت شبكت على واحد منهم شبكه ار بي 4 لحاله شبك سويتش راح بس حدا يكبس على البطن سواء ضغط او كاميدو. اوكي لانه هذا بصير انت. فهون طبعا شو اللي بده يختلف في السؤال؟ كيف نفعل انت؟ طلع في المين في تفعيل، اللي في تفعيل انيبل بت والجاي. اوكي لما يصير انتربت بنحط في الثمانيه، يعني اوكي في الثمانيه نفحص كيف صار الانتربت. اذا صار انتربت بروح على السبروتين، يعني في النهايه ما في شيء جديد، الباقي كله لوجيك يعني شو نبعث له وهاي والى اخره. فالصراحه طريقه التعامل مع الانتربتس نفس الشيء. هون طبعا كيف انه نفعل البريورتيز ونحدد كل هذا مش مطلوب. فاحنا هيك بنكون خلصنا الشابتر يعطيكم العافيه. يوم الاربعاء شو اليوم؟ اليوم الثلاثاء الخميس ان شاء الله نبلش في اخر شابتر، بلكي الثلاثاء الجاي خلصنا يعني الخميس اخذنا الشهر. على الاغلب انه خميس احد ثلاثه بنخلص اخر شابتر بننهي الماده.
يعطيكم العافية.